والتاريخ بشائها وما نتوقع منها في المستقبل والدور لكل جهة منا هتكون بي. وإن شاء الله إحنا بنعتقد أن ده هتكون مرحلة جديدة، مرحلة مهمة في مجال التعامل القضائي على المستوى القاري، وهو أمر الجمهورية رئيس عبد الفتاح السيسي عبد الاجتماع الثاني حضراتكم العام الماضي، اللي كان من ضمن مقررات التعاون في المجال الرقمي بين المحاكم العليا والمحاكم الدستورية الأفريقية. على مدار العام الماضي احنا شهدنا حركة دؤوبة من جانب المحكمة المصرية مع أشقائها في جميع الدول الأفريقية، والحصول على المعلومات التي يجب أو يلزم إدخالها في هذه الشبكة، وتحديد الآليات التي يتم التعامل بها، ومسائل مختصرة بناء قدرات أعضاء نشروا هذا المشروع والتدريب الذي يحصلوا عليه في المستقبل إن شاء الله، والنظر يعني 13 من هو حكم رئاستها والدورة الحالية للاتحاد الأفريقي 2019. ومعالي الشبكة الرقمية اللي بتقدمها مصر هي جزء يسير مما تتعهد به الدولة المصرية لدعم التعاون الفني مع أخواننا الأفارقة في جميع المجالات ومنها المجال القضائي. واحنا متأكدين ان هو هيشهد طفرة في الفترة القادمة تتحقق معها أهدافنا كأفارقة، والأهداف اللي هي مصر والقضاء الدستوري المصري حريصين على إنتاجه، واللي هي مستمدة في الأساس من الأجندة 2063 الاتحاد الأفريقي. استطعنا الحمد لله أن نحدد ملامح المرحلة الأولى في الشبكة، وإن شاء الله هنقدر